البصرة ولدت ومن جامعة بغداد تخرجت، عاشت التحديات الواحدة تلو الأخرى وصنعت من الإصرار معبراً للنجاح، جمعت ما بين فن العمارة وعمارة الفن. اليوم في حلقتنا نستضيف المعمارية والأديبة فاتن الصراف. ولدت في البصرة عام 1966 وأكملت دراستها في المعقل قبل أن تنتقل إلى بغداد لدراسة الهندسة المعمارية. حصلت على بكالوريوس الهندسة وأنشأت أول شركة مقاولات تملكها سيدة في بغداد قبل أن تنتقل منها إلى الأردن ثم الإمارات، حيث ساهمت في تصميم العديد من المباني والمنشآت، كما أصدرت روايتين ككاتبة وأديبة. إنها فاتن عيسى الصراف. المعمارية والأديبة فاتن الصراف، ولدتي في البصرة بين الحدائق والنهر وكل هذه الطبيعة الملهمة والجميلة، ممكن تخبرينا أكثر عن طفولتك والبدايات؟ أول شيء أشكرك على الاستضافة. أنا انولدت بالبصرة بالعشار، بس بعدين كبرت بالمعقل. معقل كانت حي سكني كلها حدائق، بيوتها متشابهة، بها حدائق أمامية وخلفية. أعتقد بعد ما كبرت وصلت معمارية حسيت أنه شقد التخطيط المدينة ممكن يأثر على سلوك البشر بسبب وجود الحدائق وبسبب قرب المنازل من بعضها، سوت فد أواصر قوية بين الساكنين. فهذا الشيء حتى بعدين انعكس لما بديت أصمم للناس، بديت أخذ بنظر الاعتبار كيف ممكن تصميمي يأثر على سلوك الناس بطريقة إيجابية. فهذا الشيء اللي أخذته من المعقل، الألفة بين العوائل، التقارب بيناتهم، الحدائق اللي كانت تجمعنا نلعب بيها، المدارس القريبة من بعض، الجيران كلهم نفسهم اللي درسون بالمدارس. يعني فعلا الإنسان لما يكبر بمكان معين، سواء كان مدينة أو مكان بحدائق أو طبيعة، هالشيء أثر على وجدان الإنسان، صح؟ طبعا أكيد. شلون أثر على وجدانك أو تكوينك شخصيتك؟ أثر بشكل إيجابي أكيد، مو بس علي، حتى على الناس. بس هي الحرب شوية اللي دخلت على الخط وخربت كثير من الأشياء. بدت الحدائق تروح تنهمل، بدأوا الناس يتوزعون بمختلف المدن العراقية، فما بقى الحي مثل ما هو متماسك مثل ما كان قبل الحرب. يمكن هذا الشيء أثر بعدين بشكل سلبي، بس بالبداية بالطفولة وبداية أول ما كبرت كان في شيء كلش حلو بالنسبة لي وبالنسبة للكل. يعني الصداقات اللي هي بعدها لحد الآن موجودة، هذه الصداقات، القرب بين الناس، القرب والألفة اللي بينهم. أعتقد أنا بتصوري أزعم أنه السبب هو سبب تخطيط الحي. حبك للقراءة لدرجة أنك أنت تأخذين الكتب من أخوك الكبير بدون علمه حتى؟ صحيح. طيب أول شيء سبب حبك للقراءة وأول كتاب قرأتيه إذا تتذكرين. أنا أذكر أول كتاب قريته بالمدرسة، كانت أكو مكتبة بالمدرسة، فكنا بوقت الفرصة نروح، كان كتاب أنا كارينينا، كان هذه الرواية. بعدين بديت أقرأ لنجيب محفوظ ولطه حسين وأي شيء أخويا يجيبه للبيت. هو كان عنده أصدقاء يحبون القراءة وكانوا يعني يشاركون بشراء كتاب واحد، فكان يلف عليهم. فلما يوصل الدور لأخويا بعد ما يقرأ أنا أخذه من عنده بدون ما يحس وأقرأ يعني بالليل. يعني هذا قيمة الكتاب زادت مليون مرة. إيه. سبب قراءة الكتاب. هو مرات حتى كان يقول هذا الكتاب وين، مثلاً إجا الدور على صديقي يريد يأخذه، أنا أسكت يعني إنه هو ضاع. عادة الأطفال ممكن أنهم يأخذون أو يستعيرون أو يسرقون. إيه كنت أسرق. أشياء مختلفة. كنت أسرق. لكن أنت حبك للكتاب هو اللي خلاك انك انت تستعيرين حتى بدون علمه. كنت اكتشف يعني بالشخصيات اللي اقرا عنها، سواء كانت روايه او اي كتب، حتى كتب الفلسفه اللي ما كنت افهم منها شيء بالبدايه، كنت اقراها يعني تفتح عقلي على اشياء ما كنت اعرفها. فكان شيء حلو انه
تتعرفين على عوالم جديدة من خلال القراءة. يمكن هذا اللي خلاك تكونين أنت مركزة على هدفك بأنك تكونين معمارية، لدرجة أنك أنت تغيرين تروحين لبغداد حتى أنك أنت تدرسين بدل ما أنت تكونين بالبصرة. شنو تجربتك بهذا؟ أنا كنت أحب العمارة من البداية، يعني أيضا شغلة الحرب أثرت، يعني كنت أشوف البيوت تنقصف والأماكن اللي أحبها بالبصرة تنقصف، فكنت أقول هذه لازم تتعمر بعد ما تخلص الحرب، فأنا لازم أطلع مهندسة معمارية وأعمرها، وما شاء أكو قسم معماري بجامعة البصرة، فاضطريت أروح لبغداد حتى أدرس العمارة ببغداد. لدرجة أنك أنت حتى بالجامعة كنت تسوين أكسسوارات للبنات حتى أنك تقدرين تدفعين تكاليف الدراسة. صحيح، هي تكاليف دراسة العمارة شوية أكثر من غير أقسام أو تخصصات، لأن كنا نسوي ماكيتات، نحتاج نشتري مواد، نحتاج نشتري صمغ، هاي الأشياء كانت مكلفة، فما كنت أريد يعني أثقل على والدتي اللي هي كانت بالدرجة الرئيسية يعني تساعدني بالتكاليف، فكنت أسوي هاي الأكسسوارات مالت البنات، وكان أكو محل قريب على الأقسام الداخلية أبيع اللي هي أحصل مثلاً 150 فلس 200 فلس من كل شيء أسوي، وهذا ممكن يفيدني بالمواصلات، يعني يغطي تكلفة المواصلات الباصات أو شيء. الشيء اللي قاعد تقولي بيه إلهام كبير، وهذا الشيء عادة ممكن يكون له وقود أساسي، يعني ممكن نتخيل البنات بالعمر الصغير أن هم يكون عندهم وقود للإلهام والمشي والهدف الواضح. منو كان الوقود المخفي لك؟ والدتي. والدتك؟ والدتي كانت هي اللي دائما توقف لي، خصوصا لما أنا يعني عاندت وما بدت أدخل طب، فهي اللي وقفت لي قالت لا خلوها، إذا هي تحب العمارة خلي تروح لبغداد تدرس عمارة. فأنا شت أسوي هذا الشيء، أحس إنه هي دافع رئيسي إلي إنه أحقق الطموح اللي أريد أوصل له. شنو السبب اللي خلاك إنك أنت تدرسين الهندسة وليس الطب؟ أيضاً الحرب. لأنه بالثانوية كنا لما يصير مثلاً معارك على الجبهة بالبصرة ويجون الجنود الجرحى للمستشفيات، كانوا يطلبون من عندنا بالمدارس نتبرع بالدم، فكنا نروح كطلاب نتبرع بالدم، فكنت أشوف بالمستشفيات الحالات الكثيرة وكيف الأطباء كانوا يعانون. بعدين اكتشفت مصطلح اسمه ترياج، اللي هو مصطلح أصله فرنسي، اللي هو تختارين أنت حالات معينة. يعني أنا شفت الطبيب يقول لها الممرضة لا خلي نعوف هذا الجندي نعالج دول الاثنين، ممكن ننقذ حياة دول الاثنين بنفس الوقت، اللي يعني ماكو وقت ولازم تختارين. فأنا قلت هذا الشيء يعني في شيء مخيف، إنه أنا ممكن أكون طبيبة في يوم من الأيام وأتعرض لهذا الموقف، إنه أقرر من يعيش من يموت. فهذا كان فكرة كلش مرعبة بالنسبة لي، فتماما لغيت فكرة الطب، مع أنه أهلي كان يعني أنا أختي مهندسة أخويا مهندس غير تخصصات، قالوا كافي هندسة ريت طب، بس أنا ما قدرت، يعني قلت لهم أنا ما أقدر أصير طبيبة ولازم أصير معمارية حتى أساهم بأعمار المدينة اللي تدمرت، فلهذا السبب ما درست الطب. أنت كائن ليلي. عندك مسمى، عندك انت كائن. هذه اختي الكاتبه الصحفيه. شنو السبب؟ نهى تسميني كائن ليلي لانه اسهر كثير. اوكي. اقرا واكتب بالليل فتسميني كائن ليلي. فانت يعني وحي الكتابه ينزل بالليل عليك، تتحسين بالليل انك هو مو وحي، يعني ممكن انت باي لحظه تكتبين، مرات واني اسوق اكتب بدماغي. فعلا. بس هو بالليل لانه انا اكون مخلصه شغل بالمكتب. مثلا البنات نايمين فهدوء تام بالبيت، فاكون بس انا وحدي فاركز اكثر، اقدر اقرا براحتي بدون مقاطعه، اقدر اكتب براحتي، فهذه الاشياء كلها اسويها بالليل، افصل نفسي عن الهندسه. ليش دائما تروحين انك انت تبتعدين عن ضغوط الحياه تروحين تتجهين للقراءه؟ شنو تعطيك القراءه؟ شنو الاحساس اللي توديك له؟
القراءة فد شيء كلش مهم بحياتي، يعني ما أقدر أعيش بدون قراءة يوميا. يعني بالقراءة أتعرف على عوالم ثانية، شخصيات ثانية، ينفتح عقلي على أمور كثيرة بحيث أنسى نفسي. يعني لما أنسجم بكتاب معين أو برواية معينة أنسى أي شيء ثاني، يعني أنسجم كلش. فهو مثل نوع من التنفيس يعني عن أي شيء، أي ضغط عندي بالمكتب أو بالشغل أو بالبيت كله يروح لما أفتح كتاب. فعلاً يعني أنت عندك واحدة من إبداعاتك اللي كثير من الناس يقولون إحنا بس نحس إن عندنا ديبريشن أو حالة يأس أو أي شيء من هذه المشاعر السلبية نفتح هذا الكتاب ونقرأ. شجرة البنبر شنو تعني لك وشنو القصة المؤلمة المبدعة اللي كتبتيها؟ شجرة البنبر هذا كتاب عن يومياتي، بعض يومياتي اللي أنا أعتبرها محطات يعني أثرت بحياتي فكتبتها، وحاولت أنه أشوك القراء بها، يمكن يستفادون منها، يمكن يشوفون تجربة تفيدهم أو ما تفيدهم ما أعرف. بس كتبت عن رحلتي بالأيام الدراسة، من الطفولة أيام الدراسة، رحلتي لبغداد، جيتي للإمارات، الشغل، الضغوطات اللي بالشغل. فهي يوميات، كتاب يوميات. سميتها شجرة البنبر لأن هذا أنا أعتبره مفصل مهم بحياتي، اللي هو لما انضرب بيتنا بحرب إيران بال86. الصاروخ ضرب الشجرة، شجرة البنبر، ولذلك دخل بالبيت فقط الشظايا، اللي أنا جسمي تلقى واحدة من الشظايا بس، ما دخلت القذيفة بالبيت كلها لأن الشجرة صدتها. فأنا أعتبر أنه هاي الشجرة هي السبب أني بالضبط أنه ضحت على مود إحنا نعيش، ولذلك اختاريت هذا العنوان. فعلا تستحق. واكو ناس يسموني، يعني اكو هواي ناس ببغداد هسه يسموني مو فاتن، شجره البنبر، لان هي شجره عنيده ايضا، يعني تتحمل هاي الشجره، تتحمل الحراره، تتحمل الجفاف. فيقولوا فانا اعتبرها تشبهني هم يعني نوعا ما. يعني واكو هواي ناس من اصدقائي المقربين مرات يصيحوا لي انت شجره البنبر. من شجره البنبر نروح على الكتاب الثاني اللي هو العم نجم. نعم. وبعد كوخ العم نجم. نعم. ونفس الشيء في قصص والهام مختلف في هذا الكتاب، شو ممكن تقولين عنه؟ هذه كان اول عمل روائي اكتبه، اول روايه. كان شخص اللي هو العم نجم اسير، وايضا شغله ربطته بفنسنت فان خوخ اللي هو الرسام الهولندي المعروف. لأن هو أيضا رسام، فصارت فد علاقة، يعني دخلت الخيال بالعمل الروائي وربطت بينهم هما الاثنين. فطلع هذا العمل وكان أول تجربة إلي بالرواية يعني. وإن شاء الله حكملها يعني بروايات أخرى. بس اللي عرفته عندك 3 روايات ما شافوا النور، شنو السبب؟ أنا عندي روايتين ومجموعة قصصية. الروايتين يعني واحد تقريبا هم اثنين مواصلين 80-90% يعني على اللمسات الأخيرة. والمجموعة القصصية تقريبا يعني نوعا ما جاهزة، بس أنا شوية تأخرت لأنه الشغل، التزامي بالشغل بالمكتب والمشاريع، وأيضا التزامي كان السنة الفاتت ببحث الماجستير أخذ شوية من وقتي، وما قاعد يصير عندي وقت أنه أجمعهم أضبطهم بحيث يكونون يعني جاهزين للنشر. بس إن شاء الله على العام القادم إن شاء الله يكونون جاهزين أنه يصدرون. اختيارك للهندسة المعمارية والتحديات اللي شفتيها خلت عندي فضول أني أشوف الورشة أو المكان اللي ينتج منه الأعمال الرائعة اللي شفناها لك أستاذة فاتن. فإذا ما عندك مانع ممكن نروح لهذا المكان ونشوف سوى الأشياء اللي تسوها هناك. بالعكس، أتشرف، تشرفوني.
هو عادة فاتن يكون التعلق هذا الشيء هم بالناس اللي يحبون السفر، يكونون متفتحين طالعين شايفين. أريد أعرف شنو قصة رحلة كوستاريكا؟ كوستاريكا إيه؟ هذه كوستاريكا طبعا احنا ما كنا نعرف وين موجودة اصلا بالخارطة. هاي من كنا بالمتوسطة يعني كنا اعمار 14 15 سنة، تعرفت على صديقتي اللي هي لحد الان صديقتي اقرب صديقاتي هدى طبيبة هي سب استراليا. فكنا نقرا، نروح للمكتبة مال المدرسة ونقرا، فقرينا في رواية او كتاب ما اتذكر كانت احداثها بكوستاريكا. إيه؟ فالكاتب يوصف كوستاريكا والبحر والجبل العالي وشان يطلع المحيط. سوقتكم. فقلت لها شنو رأيك؟ قالت هذا مبين مكان من الخيال. فاتفقنا بوقتها قلنا احنا من نكبر نروح كوستاريكا. شنو رأيك بوجودهم بإسبانيا؟ وما شاء الله بنتك شامينة تلعب بالفريق صح؟ اي انا بناتي توأم. هم هسه يعني تينا خلصت صف اول كلية تدرس إدارة أعمال جامعة آي إي بمدريد. تالا أول سنة اللي هي الفاتت ما أخذت كلية يعني أجلتها. حتى تلعب ويا فريق مدريد. فترة أستراليا ليش وقفتي بيها السنة ونص هذه؟ يعني شنو كنتي تسوين بأستراليا؟ لا أنا مو وقفت، أنا كان عندي مشروع صممنا ونفذنا بيت على البحر. فبالتصميم يعني اشتغلنا بدبي. بس من جت مرحلة التنفيذ كنت أروح وأجي. بعدين شفت الشغلة يعني مؤذية. أنه أروح وأجي 17 ساعة طيران تقريبا. فقررت أنه كنا نروح نقعد هناك سنة. يعني أنا والعائلة. شنو السبب أنك أنت دائما تحبين تروحين معارض القماش والأشياء هذه والرخام؟ هل هو نوع من تطوير عملك؟ اي طبعا مهم، لازم المعماري او المصمم الداخلي يكون مواكب فعلا اي شيء التطور اللي صار بالمجال، سواء بالمواد سواء بالتكنولوجيا. حتى يعني المعارض مو بس تعرض مواد، ايضا تصير بيها وركشوبس، تصير بيها مثلا يجيبون معماريين، يجيبون اساتذه مثلا يحكون عن شغلهم. فهاي الاشياء تنمي يعني تفكيرك، توسعه. بالضبط، اصلا هذا وحده من الاسرار للانسان الناجح، انه هو يظل مواكب التغير او التطور اللي يصير. وهذا يوديني وياك الى سؤال يفيد يمكن هواي من الناس او الشباب اللي قاعد يسمعونا اليوم، انه شنو كانت اهم ثلاث عوامل لنجاحك انت؟ شنو اللي خلاك اليوم تقولين اوكي هذا وهذا وهذا الشيء اللي هو دفعني او وصلني للمكان اللي بيه اليوم؟ ما أعرف، أعتقد النجاح هو شيء نسبي. أنا ما أعرف إذا أنا أقدر أسمي نفسي ناجحة أو لا. أنت اللي تقررين أكيد. بس أنا أعتقد أنه أنا يعني قدرت أحقق بعض من طموحاتي، رغم أنه كانت أكثرها صعبة. بس قدرت، يعني دائما أنا صادفني صعوبات بأي شيء أريد أسوي. هل هو الإصرار؟ إيه، لازم يكون عندك، إذا أنت شفت شيء أنت تريدين تسوي لازم تظلين ورا. يعني انا اظل الح يعني الا اسوي، حتى لو تصير عندي يعني صعوبات تمر بي او ظروف ما تساعد، بس اظل انا مصره انه لازم احققه. بعد التخرج الانسان يكون عنده طموحات ويريد يشتغل. وين اشتغلتي فاتن بعد التخرج؟ انا بعد التخرج اشتغلت بشركه الفاو، كانت جزء من منشآت التصنيع العسكري. بس هي ما كان لها علاقة بالتصنيع العسكري أو بالصناعة العسكرية، كان لها علاقة بالأبنية العامة اللي ببغداد أو بالمحافظات. فاشتغلت أول شيء بقسم التصاميم، وبعدين صارت الحرب سنة 91 وتوقفنا شوية أثناء الحرب. بعدين رجعنا بحملة إعمار، إعادة إعمار العراق، وعمرنا كل الأبنية اللي انقصفت بالحرب. بالضبط، وشقد شخصيتك صارت قوية طبعا. وانت عندك هذه الخبرة بهذا المجال، هل هذا الشيء هو اللي وصلك انك انت يكون لك دور ببناء او ترميم جامعة بغداد، برج المأمون، هي الأشياء بعد الجميلة هذه؟ أي هي بعد حملة الإعمار احنا سوينا أبنية جديدة. جامعة بغداد كانت اوريدي موجودة يعني.
بس دخلت أقسام جديدة بالجامعة اللي هي قسم الهندسة الإلكترونية وقسم علوم الحاسبات. كانوا يحتاجون مباني لهذه الأقسام، فصار تصميم وتنفيذ بنايتين داخل الكامبس مال الجامعة، بس على نفس الستايل اللي اشتغله كوبيس اللي هو المصمم الرئيسي للجامعة اللي صممها بالخمسينات يعني. فهذه أيضا كانت مرحلة جدا حلوة اشتغلنا بها هذه البنايتين. وبعدين بعد ما خلصت انتقلنا إلى البرج. برج المأمون كان تقريبا الهيكل الإنشائي يعني تقريبا 80% مكتمل. فأنا دخلت على شغلات الفينش. الواحد لما يوصل إلى مكان بمهنته يبدع بيها، يبدي يراوده حلم أنه هو يعمر بلده طبعاً، أو أنه هو يحسن من المكان اللي هو على الأقل انولد به طبعاً. متى بدأ عندك هذا الحلم أنك أنت تشاركين أو يكون عندك أعمار في البصرة؟ البصرة هي طبعاً مدينتي اللي انولدت وكبرت بيها. هذا الحلم هو بدأ من بدأت حرب إيران. أنا أعتقد أنه الحرب هذه هي اللي يعني وجهت، حددت مساري وين أروح. صحيح. وجهتني بالضبط. أنا كنت بعدني بالثانوية ودا أشوف الأبنية، يعني كانت البصرة تتعرض للقصف، ودا أشوف الأبنية والبيوت تنقصف وتنهد. فأنا كنت أقول حيل هاي تخلص الحرب منو حيعمرها؟ أنا يعني لازم أطلع في أصير مثلا مهندسة حتى أساهم بهذا الشيء. فهذا كان الحلم من الثانوية، هو السبب اللي خلاني يعني أدرس حتى أطلع معدل عالي يأهلني أنه أدخل هندسة معمارية. بين تحديات البصرة وتحديات العراق، تحدياتك أنت كأول فتاة مقاول في بغداد. أوكي. هذا الشيء مو بس أن احنا نريد نعرفه عنك، هذا الشيء بإلهام لكل امرأة أو كل فتاة متخرجة أو أنها تريد تبني حياتها وتريد تبني نجاحها. وإحنا كنا نعرف بالعالم كله تقريبا أكو تحديات للفتاة أنها تشتغل، خصوصا إذا أنت بهذا المجال وأول وحدة كمقاول بهذا الشيء. صحيح. أنا ما أعرف إذا أنا كنت الأول، بس هو طبيعي كانوا المقاولين أكثرهم رجال. فأنا أثناء الخبرة السبع سنين قبل لا أفتح المكتب، مكتب المقاولات ببغداد اللي سميته باسم عائلتي يعني مكتب الصراف للمقاولات، من شفت الأبنية من أصممها وبعدين تتنفذ كان في الشعور جدا حلو. رحتي بعدها انتقلتي إلى الأردن. نعم. شو الإنجازات اللي سويتيها بالأردن واللي اشتغلتي هناك؟ بالأردن بقيت سنة واحدة، اشتغلت أيضا بالقصور الملكية بعض الأعمال التوسعات أو التجديد والإضافات بعض القصور الملكية، واشتغلنا بسفارة الكويت بعمان. فكانت مشاريع يعني ياخذها المكتب، وأنا كنت الأركيتكت اللي بالمكتب من ضمن الفريق يعني، وكنت أصمم وأشرف على تنفيذ هذه الأبنية. كانت يعني فترة قصيرة، هي سنة وشهر أو شيء. اللي هي بعدها انتقلتي إلى الإمارات؟ من دبي. نعم. أوكي. طبعاً من دبي. حابة أعرف شنو أهم الإنجازات اللي سويتيها بدبي بهذا المجال. بدبي اشتغلت بعدة شركات، كانت يعني لما جيت بالنهاية 99 دبي كانت بعدها يعني هسه تبدي تطلع يعني تتطور، وصار الإنجازات اللي صارت بالإمارات سريعة جداً. فكنت دائماً يعني تشوفين خط السماء كله تاور كرينز. صح. يعني كلها كرينات، كلها أبنية دا تطلع. صحيح. أشياء دا تتوسع بس ضمن خطة، يعني شان أكو خطة توسع تخطيط وعلى أساسه كانوا يشتغلون. فكانت الخطوات جداً مدروسة. بس أنت عندك قصة الماجستير أخذتيها ورا 27 سنة، شنو سبب التأخير بالماجستير؟ الماجستير أنا لما كنت بالعراق بال 97 كملت أول سنة، اللي هي الماجستير هو سنة تحضيرية. صحيح. وسنة بحث. فأنا كملت أول سنة وبعدين طلعت للأردن. أوكي. ما كملت البحث. إذن هو تغيير الخطة، ممكن صار تغيير يعني بالخطة. هو لأنه صار سفري يعني ما كان شيء مخطط إليه أصلاً. يعني صار بشكل مفاجئ.
لأسباب يعني خاصة. ف بس أنا والدتي كانت يعني من كنت أنا بالبكالوريوس أو حتى قبل لا أدخل المعماري كانت تقول يعني أتمنى تكملين ماجستير تكملين دكتورة، يعني كان هذا حلمها. أنا وعدتها وقتها وأحب أنا دائما يعني خصوصا الوالدتي وبشكل عام أحب أوفي الوعد. جميل. فهذا بقى ببالي أنه أنا لازم في يوم من الأيام تصير فرصة أن أرجع الماجستير. أكمل البحث وأخذ الماجستير. فالحمد لله أخذته يعني هذه السنة. اشتغلت طبعا هي صادفة كورونا شوية تأخر البحث تأجل، وبعدين كملته بعد كورونا والحمد لله ناقشت بداية هذه السنة وحصلت على الشهادة. الحياة رحلة، وما أجمل أن تتوج هذه الرحلة بالنجاح، فطعم النجاح أروع ما يكون في هذه الحياة. شكراً لكم على حسن المتابعة، وألقاكم في الحلقات القادمة.